استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم فريق العمل الذي شارك في احتفالية الإعلان عن جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة التي نالها سموه من الاتحاد الدولي للاتصالات تقديرا لدور سموه في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للفريق برئاسة الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة على جهودهم التي أظهرت للعالم ما تشهده مملكة البحرين من تطور على صعيد التنمية المستدامة. وأشاد سموه خلال اللقاء بما قام به فريق العمل من فعاليات ولقاءات مع كبار المسؤولين بالأمم المتحدة على هامش احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات بالذكرى 50 بعد 100 على إنشائه، وكذلك حفل الاستقبال الذي أقامه الفريق في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بحضور أكثر من 150 شخصية من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والتي عكست جوانب النهضة الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين. وأكد سموه أن تقدير المنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة للنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات هو نتاج لمسيرة طويلة من العمل الوطني التي أسهمت فيها سواعد أبناء البحرين الذين قدموا للعالم نموذجا يحتذى في الإبداع والإنجاز. وخلال اللقاء قام الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بتسليم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نسخة من كتاب البحرين والأمم المتحدة عبر السنين الذي تم تدشينه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة منح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات والاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء الأمم المتحدة. وضم فريق العمل الذي شارك في احتفالية الإعلان عن الجائزة عددا من المسؤولين بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.